لم شاهين تكشف السبب الحقيقي لغياب دلال عبد العزيز حضور جنازة زوجها ولحظات سمير غانم الأخيرة. أكدت الفنانة إلهام شاهين أن أسرة الفنان الراحل سمير غانم أخفت خبر وفاته عن زوجته الفنانة دلال عبد العزيز التي تتواجد حاليا بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم إثر إصابتها بفيروس كورونا. وعلى هامش مشاركتها في توديع الفنان الراحل سمير غانم، قالت إلهام في تصريحات صحفية أن الحالة الصحية لصديقتها دلال عبد العزيز ليست على ما يرام. العيلة كلها مستقرة إلى حد ما. طب هي علمت بخبر وفاته ولا لا؟ لا ما عرفتش. إحنا مش عايزين نعرفها، ممكن نعدي كمان. حرص عدد كبير من نجوم الفن على المشاركة في صلاة الجنازة على سمير غانم، ومن أبرز الحضور أحمد الفيشاوي، محمود حميدة، يسرى، سمير صبري، أشرف زكي، شيماء سيف، محمد كارتر، علي ربيع أسأس، إيناس الدغيدي، هشام جمال، عمرو الليسي، لبلبة، بوسي شلبي، عمرو محمود ياسين، محمد حمائي، حمادة هلال، هالة صدقي، صابرين. الله أكبر، الله أكبر. سمير غانم رحل عن عالمنا أمس الخميس عن عمر يناهز 84 عاما داخل أحد المستشفيات. سمير غانم الذي ولد عام 1937 في قرية أبو كساه التابعة لمحافظة الفيوم لأب كان لواء شرطة، تعود أصوله إلى قرية عرب الأطاولة في محافظة أسيوط. وأصبح الفنان الراحل من أهم نجوم الكوميديا في تاريخ الفن المصري بعد مشوار حافل بدأ عندما كون مع صديقه الضيف أحمد وجورج سيدهم فرقة ثلاثي أضواء المسرح التي حققت نجاحا كبيرا. وبعد وفاة الضيف أحمد استمر جورج وغانم في تقديم أعمال مسرحية، ومن أبرز أعمال الفنان سمير غانم المسرحية المتزوجون، جحا يحكم المدينة، أخويا هايس وأنا لويس، دوري مي فاصوليا، أهلا يا دكتور، وغيرها. أما أشهر أفلامه الرجل الذي عطس، تجيبها كده تجيلها كده هي كده، خلي بالك من زوزو، يا رب ولد، البنات عايزة إيه، ممنوع في ليلة الدخلة. وكشف مصدر طبي عن آخر التطورات المرتبطة بالوضع الصحي للفنانة دلال عبد العزيز إثر إصابتها بفيروس كورونا، خاصة بعد تشييع جسمان زوجها الفنان الكبير سمير غانم على مثواه الأخير عقب تدهور وضعه جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد. وقال مصدر طبي في تصريحات خاصة: بأمر طبي قررنا إخفاء خبر وفاة زوج الفنانة المصرية دلال عبد العزيز عنها، وذلك خوفا عليها من تدهور حالتها الصحية. فالفنانة بغرفة العناية المركزة تعاني من التليف الرئوي، المفترض وضعها على أجهزة التنفس الصناعي رغم محاولات رفضها من التنفس خلاله، مؤكدا أن حالتها غير مستقرة تماما. وتابع المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: تعاني دلال من ضيق في التنفس، ونسبة الأكسجين في الدم تتراوح ما بين 75 إلى 85، مشيرا أنها قليلة جدا وفقا لحالتها، وتعاني من الدوار وزيادة معدل ضربات القلب
أما عن ارتفاع درجات حرارتها بعد تجاوزها المرحلة الأولى من المرض فأصبحت طبيعية، ونفى المصدر الطبي متردد عبر منصات التواصل الاجتماعي عن وفاة الفنانة المصرية، معربا عن استيائه بشكل عام من انتشار تلك النوعية من الأخبار، مؤكدا أنها تضر بصحة المريض النفسية وعائلته. نقل وإلى مدى المشير. محدش يعدينا. بدورها كشفت الفنانة المصرية لبلبة وصديقة الفنان الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز في تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية أنها قامت بالاتفاق مع الفنانات في الوسط الفني خاصة المقربين من دلال على إخفاء خبر وفاة زوجها، مؤكدا أنهن يحرصن مع بناته إيمي ودنيا سمير غانم على التعامل معها بشكل طبيعي وكأن النجم الراحل ما زال على قيد الحياة. وتذكرت لبلبة آخر موقف جمعها مع راحل سمير غانم وكانت برفقة الفنانة نبيلة عبيد وابنته إيمي، وكعادته كان يحرص على روح الفكاهة والضحك، مؤكدة أنه في حياته الطبيعية كان يحرص على إضحاك من حوله وحتى لو كان منزعجا من شيء ما كان يواجهه بالضحك والروح الحلوة، وهدفه كان إسعاد الناس حتى آخر لحظة في عمره وهو مريض، كان يسعى لنشر المرح مع الآخرين من حوله. ووصفت لبلبة الفنان سمير غانم بالإنسان الحنون قائلة: جمعتني بيه أعمال سينمائية عديدة كانت بصمة مميزة بتاريخي الفني، ولما كنت أحزن لشيء ما كان دائما يخفف عني ويضحكني، خاصة عند وفاة والدتي كانت دعم القوي. وأضافت: أوصاني قبل وفاته بفترة وصية خاصة بي، كان يقول لي: لا تنسي أنك فنانة والفنان ملك الجمهور. الوحيد اللي مش هيكبر وهيفضل طول عمره أزعة وطفل مين؟ فتوتة. يذكر أن الفنان الكبير سمير غانم رحل عن عالمنا الخميس عن عمر يناهز 84 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. كل مسرحياتي دخلتي أقول للمخرج استنى خلينا في حتى البروفا جنرال ما بعملهاش. ليه بقى؟ أحب دايما أشوف تأثيرها على الناس. العربية على طول عشان ما حدش يسلم. يلا يلا ما تسلموش على حد، خش على العربية.